سلام البنات، السلام متشبعات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ جمعة مباركة ان شاء الله. بلين واش حاجة في خطوة تحقق لي يا ربي؟ شوفوا من بعد ما تغدينا صافي كلينا كسيت صوص باش ماما الله يعطيها صحتها. يوم الجمعة جمعة مباركة عليكم البنات وعلى الجميع ان شاء الله. هاد الكيكة تيقولوا لها كيكة مجنونة، بلا بيض بلا حليب بلا دانو، فيها غير الماء. علاش؟ لان علاش تيقولوا لها كيكة مجنونة؟ انها ما كتحتويش على المقادير العادية اللي كتكون في الكيكة. يلا خليكم مع المقادير على بركة الله. هنايا كما كتشوفوا البنات، غادي خديت كاس لاب ديال الزيت، غادي نزيد عليه كاس ديال السنيده، غادي نزيد عليه واحد ارزه بيضاء صافي، وغادي نخلط هذاك الشيء مزيان مع بعضياتهم حتى ينسجموا لينا ذات السوائل بوحدهم وذات النواشف بوحديتهم. هاد الكيكه جابوها صراحه جات بنينه وزوينه. صافي هنايا نخلط هذا الشيء مزيان، هانتوما كما كتشوفوا الخليط صافي. دوك جوج بيضات هنسي شو حطيتهم، غادا نحيدو.
جيتو نصاوب الكانوج اللي كنكون في مكان فيه قطع شوكولا هاد العلاقه شي شكرا باش نزيدو جوج دانه صافي دا شوف دار مغرب اللي تشوف شكل مزيان ولا كنبقى غير شويه زيد شويه
بارطاجيو.